معايا الحد اللي فات بصيتوا على الكلاب والفيديوز بتاعتهم. فالنهارده ان شاء الله هنعمل ريفيجن عليه تاني علشان نعم النهارده هيبقى في نيك ان شاء الله في الكلاب. فهنعمل ريفيجن تاني على السكشن ده علشان ندي فرصه للليكتشرز انها تحصلنا ان شاء الله والدنيا تمشي. وما ناخدش قبل الاسبوع الجاي اللي عندكم فيه امتحانات. فهعيد تاني اللي انا قلته بالظبط نفس البرزنتيشن الاسبوع اللي فات، بس يا ريت بقى يبقى في شويه انتر اكشن منكم معايا. لان دلوقتي في فرق بين الاسبوع اللي فات والاسبوع ده. الكلام ده انت شفته طبقته بعينك مره قبل كده. وسمعته مني مره قبل كده، فلما يتعاد تاني اكيد هيبقى سهل شويه وما فيهوش مشكله. تمام؟ اول حاجه خالص بدانا بيها النك الاسبوع اللي فات او السكشن يعني اتكلمنا على الباوندريز اوف ذا نك او الاكستنشن اوف ذا نك. الاكستنشن اوف ذا نك سوبيريورلي كان اللور بوردر اوف ذا ماندبل. ولما كان الماندبل بيخلص عند التو انجلز كنت بعمل ايماجيناري لاين يربط الانجل اوف ذا ماندبل بالماستويد بروسس. يبقى ذيس از ذا سوبيريور اكستنشن اوف ذا نك. داونورد اكستنشن عباره عن المانوبريا مسترناي الابر بوردر بتاعه مع الكلافيكل والاكروميوم بروسس اللي هو بيعمل ارتكيوليشن مع الكلافيكل. يبقى كل ده هو الاكستنشن اوف ذا نك. يبقى ذا نك الاناتومي تعني ذا ريجن بتوين ذا لور بوردر اوف ذا ماندبل اند ذا ابر بوردر اوف مانوبريوم ستيرناي مع الكلافيكل مع الاكروميوم. كل ده الاكستنشن اوف ذا نك. طيب خدنا ان في السوبرفيشال فاشيا اوف ذا نك سبكوتينيوس ماسل كده اسمها بلاتيزما. واعتقد ان انتوا بصيتوا عليها في الكادفر الاسبوع اللي فات. كنا قصينا من عند الماندبل كده وعمل لها ريفليكشن علشان كل الترينجلز اوف ذا نيك تبان. لو هقول كلمتين على البلاتيزما دي، الاكستنشن بتاعها من الفاشيا كفرنج ذا بيكتورال ريجون لحد الموديلس اللي كان موجود اون ايذر سايدز اوف ذا انجل اوف ذا ماندبل اوف ذا ماوث. سوري الموديلس ده اتفقنا انه كان فايبر ماسكولار ماس بتريسيف انسرشن بتاع فيشال ماسل. في حاجات بتعمل فيه انسرشن فيرتيكال بتبقى اتجاهها فيرتيكال وفي حاجات اتجاهها هوريزونتال. من ضمن الفايبرز اللي رايحه تعمل انسرشن فيه ان فيرتيكال دايركشن هي البلاتيزما. بس خلي بالك هي مش جايه من البيكتورال ريجن ورايحه على الموديولس على طول، لا دي بتعمل ستيشن كده بتمسك في اللور بوردر اوف ذا ماندبل. لو خدتوا الجنرال فيتشرز اوف ذا ماندبل او هتاخدوها لسه ان شاء الله بالسبيشال فيتشرز هتعرف ان اللور بوردر ذا ماندبل علم لك عليه علامه كده جيفز اتاتشمنت تو لاتيزما. بعد ما بتمسك في اللور بوردر اوف ذا ماندبل بتطلع وتعمل اكستنشن لحد الفاينل ديستنيشن بتاع اللي هو الموديولس اللي موجود لاترال تو ذا انجل اوف ذا ماوث. ماشي. الصوره دي بمنتهى البساطه تقسيمه للتراينجلز اوف ذا نيك. عندي ثلاثه ماسلز اساسيين بيقسموا لي تراينجلز اوف ذا نيك. واحدة منهم تعتبر هي المين مين سورس بتاع التقسيمة دي اللي هي الاسترنوماستويد ماسل اللي هي باللون الاورنج على الصورة هنا. الاسترنوماستويد ماسل كل ما هو anterior to it هيعتبر anterior triangle، كل ما هو posterior to it هيعتبر posterior triangle. يبقى أول عضلة وأهم عضلة بتقسم لي triangles هي مين؟ الاسترنوماستويد. اللي قدامها هيبقى anterior triangle واللي وراها هيبقى posterior triangle. طيب نبص كده ونلاقي في عضلتين تانيين. عضلة اسمها دايجستريك ماسل اللي هي انتيريور فيني وبوستيريور فيني. وعضلة تانية ليها تو بيلز برضه اسمها اومو هايويد بس ليها سوبيريو بيلي وانفيريور بيلي والانترميديت تندون بينهم هيدن بيلو ذا ستيرنوماستويد. وجود الاومو هايويد ماسل مع الاسترنوماستويد مع الدايجستريك هي اللي قسمت لي الترينجلز اوف ذا نيك. بص كده على البوستيريور ترينجل هتلاقيه باوندد بتوين ستيرنوماستويد اند ترابيزيوس وتحت الكلافيكل. يعني الترينجل ده الايبكس بتاعته ابورز والبيز بتاعته داون. باسنج انسايد ات او كروسنج ات ذا لور او انفيريور بيلي اوف اومو هايويد. مرور الانفيريور بيلي اوف اومو هايويد في البوستيريور ترينجل قسمه انتو فيرذر تو ترينجل سوبرا كلافيكولار ترينجل اند اوكسيبيتال ترينجل. يبقى كده خلصنا البوستيريور ترينجل. نعم. هو الانترميديال تندون بتاع الامو هايويد تحت السنن وفي سيرنوفايد مش ماسك في الميديال اند سكاليجن ازاي بقى؟ هيمشي بس هنشوفه في الاخر. الاتاتشمنتس بتاعتها هنعرفها ازاي في الاخر. هنبص عليها في صوره واضحه خالص ليها هي لوحدها. ما نسبقش الاحداث الشرعيه. طيب يبقى اذا
البوستيريور ترينجل خلصته بان الانفيريور بيليو فوميد قسمته لتو ترينجل سوبرا كلافيكولار اند اوكسيبيتال. طب تعالى بص كده على الانتيريور ترينجل وخلي بالك هرسم خط تخيلي كده في الميدل لاين من الهايويد بون لحد السوبرا سبينال ماتش شايفينه. يبقى كل ده هو الانتيريور ترينجل. لو بصيت عليه هتلاقيه عكس البوستيريور ترينجل. عكسه في ايه؟ ان الايبكس هي اللي تحت والبيز هي اللي فوق ريبريزنتد باي ذا مانديبل. تمام. طيب نقسم بقى. يبقى انا لو عملت الميدل لاين كده من المنتال بروسس او من الميدل اوف ذا مانديبل لحد السوبرا سبينال نوتش بقى ده الانتيريور ترينجل اليمين. بين التو بيلز اوف دايجاستريك عندي الهايبو الدايجاستريك ترينجل او السب مانديبولار ترينجل. بين البوستيريور بيلي اوف دايجاستريك اند ذا سوبيريور بيلي اوف اوموهايويد اند ذا ستيرنوماستويد عندي كاروتيد ترينجل. بين السوبيريور بيلي اوف اوموهايويد اند ذا ستيرنوماستويد اند ذا ميدل لاين في ماسكولار ترينجل. بص فوق بقى كده هتلاقي 1 ترينجل in the middle line نصه على الناحية اليمين ونصه على الناحية الشمال. This triangle in between the anterior bellies of the gastric and the base of the triangle هي الهايويد بون. هيبقى مين ده؟ submental triangle. submental ايه؟ triangle. يبقى نصه موجود يمين ونصه موجود ايه؟ شمال. So I have single one submental triangle بين two bellies of anterior bellies of the gastric مع الهايويد بون. وعندي بقى صم مانديبولار يمين وصم مانديبولار شمال كاروتيد يمين وكاروتيد شمال ماسكولار يمين وماسكولار شمال ميتنج ان ذا ميدل لاين. ماشي يا شباب؟ حلو. نبدا بالبوستيريور ترينجل السوبرفيشال ديسكشن بتاعه. ذا سوبرفيشال ديسكشن اوف ذا بوستيريور ترينجل يديك تو ستراكشرز مهمين قوي. فاسكولار ستراكشر اللي هو الاكسترنال جاجولار فين والاكسترنال جاجولار فين ده نازل فيرتيكال superficial to the sternomastoid muscle اهو. ففي الجزء ده بيبقى موجود في superficial part بتاع posterior triangle. الستراكشر التاني هو cutaneous branches of the cervical plexus اللي هي بتبدا عند the midpoint of which border of sternomastoid the posterior border. the midpoint of the posterior border of sternomastoid هي مكان البرانشنج بتاع الكوتينيوس نيرفز اوف ذا سيرفايكال ليكس. نبص كده عليهم وانتوا تقولوا معايا. النيرف اللي ماشي على البوستيرور بوردر وطالع ورا بوستيرور تو ذا اير هيبقى اسمه ايه؟ ليسر اوكسيبيتال. برافو عليك. النيرف اللي ماشي اوبليكلي انتيريورلي تو ذا انجل اوف ذا مانديبول هيبقى جريتر اوريكولار هيلين. اما النيرف اللي ماشي ترانسفيرس وعمل كروسنج سوبرفيشال تو ستيرنوماستويد بالمنظر ده من اسمه او من شكله هيبقى اسمه ترانسفيرس سيرفايكال نيرف. واخيرا ذيس برانشز نازله عند البيكتورال ريجن وموقعها فوق الكلافيكل فهيبقى اسمها سوبرا كلافيكولار نيرفز ميديال وانترميديت ولاترال. والسوبرا كلافيكولار نيرفز دي هي اللي بتغذي الابر هاف اوف ذا سكين of the pectoral region او بتغذي بمعنى ادق the skin of the upper half of the pectoral region. ولو تفتكروا في الابر لمب سمعتوا السوبرا كلافيكولار نيرفز دي قبل كده. طيب اما بالنسبه للديب ديستكشن اوف ذا بوستيريور ترينجل عرفنا ان الفلور اوف ذا ترينجل فورمد باي فور ماسلز من تحت لفوق كانيوس ميديوس اللي هي نمبر 4 فوقيها ليفيتور كابيلز فوقيها سبلينيوس كابيلز واخيرا فوق خالص عند الايبكس دي سيمس باينالز كابيتس. ولو تفتكروا قلنا ان السيمس واينالس كابيتس دي بتبقى صعب شويه انها تتشاف على الكادر الا لو كانت الكادر بتتكتب بشكل كويس في المنظر ده. طيب وقلنا ان احنا نعرف الحاجات دي ازاي. ان انا بدور على سباينال اكسسوري نيرف which crosses the posterior triangle from the sternomastoid to the deep aspect of the trapezius اللي هو ده النيرف ده اسمه سباينال اكسسوري نيرف. اول ما الاقيه انا عارف من النظري ان هو ماشي بارالل تو ذا ليفيتور سكابيلي ماسل. يبقى اول ما الاقيها هتبقى العضله اللي تحتيه ليفيتور سكابيلي. اول ما اوصل لليفيتور سكابيلي بقى سهل قوي. العضله اللي تحتها هتبقى سكابيلي ميديال واللي فوقيها هتبقى سكابيلي سكابيلي. طيب نبص بصه ثانيه. طبعا الفلور اوف ذا ترينجل كفر في الفاشيا هتاخدوها ان شاء الله لما تاخدوا دي فاشيا اوف ذا نيك ان ديتيل اسمها بريفيرتيبرال فاشيا.
اللي احنا مقشرينها هنا كده عشان نشوف العضلات. دي فيرتبرا دي فاشل. حلو. الصوره دي زي ما اتفقنا من المره اللي فاتت، الراجل ده نايم ودانه اهي وباصص لفوق كده، وادي الاسترنومستويد بتاعته عملت لها ريفليكشن، وادي الانفيريور بيني اوف اومو هايويد اللي قسمت البوستيريور ترينجل انتو سوبرا كلافيكولار ترينجل اند اوكسيبيتال ترينجل. بص معايا، ادي السباينال اكسسوري نيرف كروسنج من الاسترنومستويد الترابيز، تحتيه على طول الليفيتور سكابيلي، فاللي فوقيها هتبقى سمينيس كابيتس، واللي تحتها هتبقى سكالينس ميديس ماسل. طيب ما لقيتش السباينال اكسسوري نيرف بالكادمر قدامي، او كان معطوب في الصوره او معمول له ديسكشن او وات ايفر، يبقى هدور على ترانكس اوف ذا بريكيال بلكسس. واضحه قدامي هنا اهي، ترانكس اوف ذا بريكيال بلكسس، بدور عليها في الترينجل تحت انفير. اول ما بوصل للترانكس اوف ذا بريكيال بلكسس هتبقى العضله اللي نايم عليها الترانكس دي هي السكالينس ميديس، ولما اعمل ريفليكشن للاسترنومستويد بالمنظر ده هلاقي العضله اللي انتيريور للترانكس دي هي السكالينس انتيريور، يبقى هطلع بمعلومه من هنا وانتوا اللي هتقولوا لي عليها. يعني اذا سكالينس انتيريور مش بتبان الا لما بعمل ريفليكشن للاسترنومستويد مصر. طب هل تعتبر جزء من الفلور اوف ذا بوستيريور ترانجل؟ لا، عشان في بعض السورسز بتقول انها من ضمن الفلور. ذا سكالينس انتيريور is hidden below the sternomastoid and the posterior triangle الباوندرز بتاعته ال posterior border of sternomastoid اللي هي اصلا مخبيه السكالينس انتيريور. فالسكالينس انتيريور ان ام سي كيو مثلا doesn't share in the floor of the posterior triangle. الاربعه بس اللي بيعملوا الفلور هم مين؟ سكالينس ميديس، ليفيتور سكابيلي، سمينيس كابيتس، وفوق خالص السيميس واينالس كابيتس. الصوره دي اوضح شويه. نعم ده سوبرفيشال فين. هنبص عليه دلوقتي ونعرف. السباينال اكسس بيكون في المطرحه معاه نيرف او بس دكتور. اوكي، بيبقى عاملين كروسنج نفس الكروسنج ده؟ كانوا ماشيين معاه. لا، السوبر سكابيلر والترانسفيرس سيرفايكال اهم، ما لهمش دعوه بالسباينال اكسس خالص. هنبص دلوقتي وممكن تكوني تشوفي اللي انت عايزه تسالي عليه. ثانيه واحده، نخلص الاول السكشن. كل واحد متخيل حاجة شافها أو كان ناسيها هيفتكر هي إيه الوقت. طيب بصوا يا شباب، تاني آدي الاسترنومستويد مصر وآدي الترابيزيس، فده البوستيريور ترينجل، ده الانفيريور بيلي أوف هومو هايويد قسمته للأوكسيبيتال ترينجل وسوبرا، أظن بقت خلاص سوبرا كلافيكولار ترينجل. السباينال أكسسوري نيرف ببرانشز طالعة منه وات ايفر هي إيه، بيبقى ماشي على الليفيتور سكابيلي مصر، يبقى العضلة اللي فوق دي مين؟ السبلينيوس. ثم دي مين؟ سكالينس ميديس. طب مفيش سباينال اكسسوري ومتلخبط والنرفات ملخبطاني، ادي ترانكس اوف ذا بريكال بلكسس اهي شايفها. اول ما اشوف ترانكس اوف ذا بريكال بلكسس يبقى العضله اللي هي بوستيريور للترانكس دي هي مين؟ سكالينس ميديس. والعضله المستخبيه اللي انتيريور دي هي مين؟ سكالينس انتيريور، اللي المفروض لو عملت بقى ريفليكشن للسترنومستويد تبان واضحه وصريحه. طيب يبقى اذا الديب ديسكشن لحد دلوقتي كان عباره عن الفلور، كان عباره عن السباينال اكسسوري مع الترانكس اوف ذا بريكال بلكسس. طب نشوف البلاد فيسلز اللي عندنا بقى. الصوره دي لذيذه جدا في انها مبينه كل حاجه مع انها زحمه شويه. طيب هفكركم بالفيرست تريب. حد فاكر الاناتومي اوف ذا فيرست تريب؟ من قدام لورا كده كان في ايه؟ كان في جروف فور سب كليفيان فين؟ صح؟ وراه كان في تيوبركل اسمه اسكالين تيوبركل، ثم جروف فور ايه؟ سب كليفيان ارتري مع اللور ترانك وبريكال بلكسس، صح؟ ثم اسكالينس ميديس امبريشن، كان في حته رف كده فور انسرشن اوف مين؟ اسكالينس ميديس، ماشي؟ حلو. وكنا بنقول لكم ان الفيرست تريب ده من قدام خالص كان فيه سب كليفياس كمان، فكنا بنقول لكم الفيرست تريب ده السوبيريو سيرفيس بتاعه حاجه لذيذه جدا. ماسل ثم بلاد فيسل ثم ماسل ثم بلاد فيسل ثم ماسل. المصل اللي قدامانيه خالص كانت الساب كليفياس لو تفتكر، ثم الساب كليفيان فين، ثم سكالينس انتيرور مصل، ثم ساب كليفيان ارتري اند لور ترانكو بريكال بلكسس، ثم سكالينس ميدياس مصل. يبقى عضله بلاد فيسل عضله بلاد فيسل عضله، صح؟ لو مش فاكرين مش مهم، بخ انصرف انسى خلاص انا ما قلتش حاجه.
ادي السب كليفيان فين واضح جدا قدامي. تخيل معايا ان المنطقه دي هي منطقه الفيرست ريب، وزي ما انت شايف انا شايل المانوبريا مسترناي وادي الكلافيكل، يبقى دي منطقه الايه؟ المنطقه دي كده منطقه الفيرست ريب. كان الجروف اللي قدام خالص ريليتد لمين؟ للسب كليفيان فين. ماشي؟ كان وراه سكالين تيوبل كان ماسك فيه العضله دي اللي مش باين منها الا الفليش ده بس، اللي هي سكالينس ايه؟ انتيري. ثم ظهر مين؟ السب كليفيان ارتري. مع الترانكات اوف ذا بريكال بلكسس لاحظ ان الاثنين بعيد عنه فوق وواحد بس اللي كان نازل معاه هو اللي هو اللور ترانك. طب لو كان بس السب كليفيان ارتري الفليش ده هيبقى مين؟ سكالينس مين فيهم؟ ميديس. يبقى بين ثم سكالينس انتيري ثم ارتري ثم سكالينس ميديس. ماشي؟ الاسترنوماستويد هنا باينه ولا مش باينه؟ مقصوصه مش باين منها الا الحته دي بس. مبينه لي حاجه ظريفه جدا ان الاكسترنال جاجولار فين سوبرفيشال تو ات وماشي في البوستيرو ترينج. الانترنال جاجولار فين ديب تو ات وماشي في الانتيرو ترينج. وبينت لي حاجه ثانيه ازرق، الانترميديت تندون بتاع الامو هايويد ماسل الرابط السوبيريور بيني بالانفيريور بيني. طيب الصوره دي زحمه شويه ممكن نبينها اكتر. هنشيل الفينز، شلنا الفينز اللي كان مكانها هنا يا ولاد، برضو دي منطقه الفيرست ريب. اول حاجه باينه قدامي العضله اللي رايحه للسكالين تيوبركل اسمها سكالينس انتيرو برو، ثم سب كليفيان ارتري معاه ترانك واحد من الثلاثه نازل ولامس الريب معاه اللي هو مين؟ لور ترانك اوف ذا بريكال بلكسس. اما الابر والميدل فبعاد عنه شويه، مش ريليتد للريب يعني. يبقى اذا العضله اللي ورا دي هتبقى مين؟ اللي هو التندون بتاعها الابيض ده سكالينس ايه؟ ميديس. وحركه المقص اللي قلت لك عليها المره اللي فاتت اهي سكالينس انتيرور قدام ثم سب كليفيان ارتري مع اللور ترانك وبريكيا بلكسس وراها مين؟ سكالينس ميديس. واضحه جدا اهي. ماشي؟ حلو. هتلاقي في تو ارترز كده ماشيين في العرض، القريب من الاسكابيولا تحت هيبقى اسمه سوبرا سكابيولا، والبعيد عن الاسكابيولا هيبقى اسمه ترانسفيرس سيرفايكل. يعني ده قريب من الاسكابيولا هيبقى اسمه سوبرا سكابيولا، واللي فوق هيبقى مين؟ ترانسفيرس سيرفايكل. لاحظ معايا ان مين دي؟ الاسترنوماستويد ريفليكتد. يعني اذا ما بشوفش الاسكالينس انتيرور الا لما بعمل حاجه في الاسترنوماستويد، يقطعها واشيلها يعمل لها ريفليكشن. اتفقنا؟ يبقى بكرر الاسكالينس انتيرور نوت ابارت اوف ذا فلور اوف ذا بوستيريو تران. تمام؟ ماشي. طيب واحد بقى يعني متقطع معايا ومصحصح، لو دي الاسكالينس ميديس هتبقى مين دي؟ العضله دي ديمتر سكابيولا. برافو عليك. والباقي مستخبي بين الاسترنوماستويد لما تعمل لها ريفليكشن كده غطت عليه. جميل قوي كده البوستيريو ترانجل خلصناه. السوبرفيشال اللي كان فيه الاكسترنال جاجولار فين مع الكوتينيوس برانشز اوف سيرفايكال بلكسس. طيب وديب لي كان فيه الفلور مع ترانكس اوف ذا بريكال بلكسس والسباينال اكسسوري نيرف والبلود فيسز اللي هي السب كليفيان فين اند ارتري. وشفنا الريليشن بتاعه التو سكالين ماسلز مع الفين والارتري على الفيرست تريب. ماشي؟ نعم. سكالينس انتيرور ماسل سب كليفيان ارتري مع اللور ترانك اوف ذا بريكال بلكسس ابر اند ميدل ترانكس اوف ذا بريكال بلكسس سكالينس ميدياس ورا الليله دي كلها ثم الليفيتور سكابيولي ماسل. ولو لقيت ارترز معديين بالعرض كده هيبقى اللي فوق ده سوب ترانسفيرس سيرفايكل واللي تحت قريب من السكابيولا هيبقى مين؟ سوبرا سكابيولار ارتري. تمام. هنخش دلوقتي على الانتيرو ترانجل ونبدا باول ترانجل لذيذ جدا وابن حلال اللي هو السب منتال ترانجل. دايجستريك مش هجيب سيرته تاني ولا هو ولا اللي هو سب مانديبولر لان كان له سيكشن خاص بيه. تمام؟ يبقى اذا السب منتال ترانجل فكروني بالباوندرز بتاعته تاني. ايه دي؟ انتيرو بيلي اوف دايجستريك. برافو عليكم علوا صوتكم شويه عشان ما نمشي منهم. وايه دي؟ انتيرو بيلي اوف دايجستريك الناحيه الثانيه والعظمه دي اسمها ايه؟ بقى اسمه سب منتال ترانجل. الفلور بتاعه فورمد باي ويتش ماسل؟ مايلو هايويد ماسل. تمام. سميناه سب منتال يا ولاد عشان تحت التشين، كلمه منتال يعني تشين مش منتال يعني عقل، عشان في حد سالني الصبح قال لي ايه علاقه المنتال بتاع العقل بالسب منتال؟ ماشي؟ منتال اوف ذا برين، منتال ابيليتي اوف ذا برين غير المنتال اريا اللي هي التشين بتاعنا. ماشي؟ حلو. ايه الكونتنتس بتاعته؟ في سب منتال فيسلز وسب منتال لينف نودز اللي هي اللينف نودز الصغننه اللي انتم شايفينها دي. لاحظ معايا ان عندي فينز صغيره عامله سب منتال فينس بلكسس
مدالي origin لتو longitudinal planes on either sides of the middle line اسمهم anterior jugular veins. اسمهم ايه؟ anterior jugular veins، واحد يمين واحد شمال، ودولت من ضمن jugular venous system. انا لحد دلوقتي قلت ثلاثة jugular. external jugular كان في posterior triangle superficial للsternomastoid، internal jugular كان في carotid triangle deep to sternomastoid، and anterior jugular ماشي في superficial fascia of the muscular triangle on either sides of the middle line، واختم في الاخر بالجاجولار فينس ارش اللي موجود في السوبرا ستيرنال نوتش، رابط الاثنين انتيرور جاجولار ببعض. ماشي حلو. بصوا معايا بقى، لو ده مكان البوستيرور فيليا اوف ذا جاستريك، ودي السوبيرور فيليا اوف اومو هايويد، ودي الاسترنوماستويد، يبقى ده ويتش تراينجل؟ كاروتيد تراينجل. كاروتيد تراينجل الفلور بتاعه معمول بوستيريورلي باي تو فارينجال كونستريكتورز، الميدل والانفيرور. حلو. اما anteriorly الفلور بتاعه معمول بالposterior part of hyoglossus muscle وبي جزء من الthyrohyoid muscle، يبقى ده floor of the carotid triangle معمول بكم muscle؟ اربعة. قولوا معايا بقى كم pharyngeal constrictor؟ اثنين. الميدل والانفيرور وكم عضلة anteriorly؟ اثنين. the posterior part of hyoglossus and the upper part of thyrohyoid. طيب الكونتنتس بتاعته كاروتيد زي ما خدنا في الصاب مانديبولار ريجن قبل كده. فكروني ان احنا قلنا المين ارتري ده اسمه ايه؟ نمبر 1 كومون كاروتيد ارتري. ادى تو برانشز، البوستيرور اللي ما اداش اي برانشات وطلع للسكال ودخل في الكرينيال كافيتي اسمه ايه؟ انترنال كاروتيد. والانتيرور اللي هو ادى برانشات النك كلها تقريبا اسمه ايه؟ اكسترنال كاروتيد. طلع من الانتيرور اسبيكت اوف ذس اكسترنال كاروتيد 3 ارتريز فروم داون ابورد، يعني من اول ما طلع لحد ما ايه وهو طالع فوق. ادى مين اول واحد تحت؟ السوبيريور ثايرويد ارتري اللي هو نمبر 4 ده، وقام مدي ترانزفيرسلي ارتري يا اما اللوب وطلع للطنجسمه لينجوال ارتري، برافو عليك. وقام مدي ارتري اسندنج تو ذا فيش اسمه فيشيال ارتري. لاحظ معايا ان الفيشيال ارتري عدى deep to posterior belly of the gastric and stylomastoid stylohyoid sorry ولا superficial ليهم؟ deep. the facial artery passes deep to posterior belly of the gastric and stylohyoid muscle to reach the face. تمام حلو. طب ال posterior aspect of the external carotid artery اداني كام artery كام branch؟ اثنين اوكسيبيتال وبوستيريور اوريكولر. اللي باين في الصوره هنا الاوكسيبيتال اهو شايفينه اللي هو رقم 7. تمام. اما ذا لاست برانش طالع من الميديال اسبيكت اوف ذا اكسترنال كاروتيد وما بشوفوش في الصوره لانه داخل ميديالي كده، رايح للتيوب اللي موجوده في الميدل لاين اللي اسمها الفارينكس. اسمه ايه الارتري ده؟ علو صوت اسندنج فارينجيال ارتري. برافو عليك اسندنج فارينجيال ارتري، برافو عليكم لو ما كنتوش قريتوها يعني. طيب انا اتفاجئت سيكشن فيديو برافو عليكم بقى مكتوبه يا دكتور ناس صريحه يعني. طيب عملنا شويه اوبليك فيو وسلكنا الدنيا اكتر، فتسلك قدام الكونتنتس اوف ذا كاروتيد شيت. نراجع مع بعض تاني، مين ده؟ كومون كاروتيد. ادى ايه وايه؟ انترنال كاروتيد واكسترنال كاروتيد. الاكسترنال كاروتيد ادى ايه؟ وانت ايه بالعرض اللي عمل لينجوال؟ وانت مين طلع للفيشيال؟ طب مين اللي عمل كروسنج للاكسترنال والانترنال والهايبوغلوسال باي ذا لينجوال؟ مين؟ هايبوغلوسال نيرف. برافو عليك اهو شكله حلو قوي هنا في الصوره اهو. تمام. وممكن نعتبر ان ده الاسندنج فارينجيال، ممكن يعني نعتبره ما لم يكون حاجه ثانيه. طيب مين ده بقى؟ الانترنال جاجولار. ده انا ما شفتوش الا لما عملت ايه، لما قصيت السترنوماستويد شطاها خالص. يبقى مين ده؟ الانترنال جاجولار. واضح من ضمن التريبيوتريز بتاعته تو تريبيوتريز، واحد نازل من الفيس من فوق اسمه كومون فيشل اللي هو رقم 2 ده، وواحد ماشي بالعرض اسمه ايه اهو شايفينه لينجوال. يبقى المنطقه الزخمه دي فيها لينجوال ارتري وفيها هايبوجلوستال نيرف وفيها لينجوال فين كمان. طيب سيبنا من الهايبوجلوستال نيرف، ركز على مين؟ على اللينجوال ارتري اللي عمل لوب اهو. بص يا اولاد اهو شايفينه ده الاكسترنال كاروتيد، يبقى مين ده؟ ها؟ لينجوال ارتري. طب انا شايف حاجه جايه هنا ايه؟ يبقى مين ده؟ لينجوال ايه؟ فين؟ راح يصب في مين؟ في
الانترنال جابل. جميل جدا جدا جدا. طيب بقينا في حاجه انترستنج قوي موجوده هنا على embedded في الانتيرير وول او embedded superficially في الكاروتيد شيت. لوب اوف نيرفز عامله زي حرف اليو. اهي كلمه لوب يعني عامله زي حرف اليو كده. This loop is called ancestral cervicalis. حد يفكرني بقصه حياه الانسر سيرفيكاليس دي كده؟ C1 اتشال على هايبوكلوس برافو. C2 و3 جايين عاملين لوب. C2 و3 عملوا الانفيريو لوب. طب C1 اللي متشال على هايبوكلوس طلعت منه ايه؟ طلعت منه الفايبر لوب بتاع الانسر سيرفيكاليس. وبقيت الفايبرز بتاعت سي 1 اللي لسه ما نزلتش مع الابر لوب راحت لمين ولمين؟ جينيو هايويد وثايرويد. جينيو هايويد اند ثايرويد. يعني راحت لوحده سوبرا هايويد مصل وراحت لوحده انفرا. طب اللي ما سمعش بقى زمايلنا ما شاء الله قلتوا كلام هايل هعيد اللي زمايلنا قالوه تاني. انسر سيرفيكالس اتقلوب اوف نيرفز كونكتنج سي 1 مع 2 مع 3 سي 1 اند 2 اند 3 ليها تو لوبس. اللي هو اللوب خلصنا منه سي 2 و 3 بيتجمعوا مع بعض وينزلوا يعملوا اللي هو اللوب عادي اللي هو ده. اوكي بالنسبه للابر لوب ده جايب شويه فايبرز من سي 1 اللي هو اصلا كان اتشال على الهايبوجلوسال نيرف. فالهايبوجلوسال نيرف خده معاه في سكته وعمل حاجتين ظراف جدا. اول حاجه انه رمى شويه فايبرز انت الابر لوب اوف ذا انسا سيرفيكالس نزلت قامت مقفله الانسا مع اللور لوب عملت حرف اليو ده. بقيت الفايبرز اللي لسه الهايبوجلوسا نيرف شايلها اوف سي 1 راحت لعضله في السوبرا هايويد ماسلز اسمها جينيو هايويد وعضله للانفرا هايويد ماسلز اسمها ثايرو هايويد. تمام؟ فبقت اللوب اوف انسا سيرفيكاليس دي مخلوقه علشان تدي نيرف سبلاي لثلاثه انفرا هايويد ماسلز اللي هم استرنو هايويد واسترنو ثايرويد واومو هايويد. يبقى بين قوسين كده all muscles of the infrahyoid muscles are supplied by ancestral cervicalis after its formation بين قوسين كده عند الدماغ except means thyrohyoid خدت من C1 عن طريق الهايبوجلوسال نيرف نيرف 2 thyrohyoid خاص بيها هي لوحدها بعيد عن الانسا خالص. ماشي. طب ايه الاكسبشن الثاني بعيدا عن الانفرهايويد ماسل؟ واحده من السوبرهايويد ماسل اللي هي جينيو هايويد اللي خدت برضو نيرف 2 جينيو هايويد من سي 1 عن طريق الهايبوكلوستال. طيب ما شاء الله انتم مذاكرين اهو جاهزين لكل حاجه. امال عاملين نفسكم مش مذاكرين ليه؟ الدفعه دي انا عارفها من السنه اللي فاتت اصلا. ها نعم اهو ده الابر عامل حاجه كده مع بعض. ماشي يا شباب دي طبعا صوره لذيذه جدا بتبين لك ان في بارت من الجروبز بتاعت الديب سيرفايكال ليمف نودز اللي انا مش عارف انتوا خدتوها ولا لسه اللي هي متقسمه سوبرفيشال جروب وديب جروب وهكذا. نعم. فدي جزء من الديب سيرفايكال ليمف نودز حاجه كده فور فن يعني. طيب واخيرا فكروني كده ايه الترينجل اللي يقع بين الباوندرز اللي انتم شايفينها دي؟ ماسكولار ترينجل. ايه الباوندري ده؟ الميدل لاين. وايه الباوندري ده؟ سوبيريور فيني اوف المايلز. وايه الباوندري ده؟ ده اسمه ماسكولار ترينجل يمين وفي ماسكولار ترينجل شمال يتلاقوا الاثنين في الميدل لاين. الكونتنتس بتاعته سوبرفيشال يعني لسه قايلها من شويه. التو انتيريور جاجولار فين. التو انتيريور جاجولار فين. ادي الواحد اهو والثاني اهو. الفلور بتاعته معموله بالبري تراكيال فاشيا. الفاشيات دي كلها هناخدها لما ناخد الديب فاشيا اوزانيه. في بري فيرتبرال في بري تراكيال وفي انفستنج لاير وفي كاروتيد شيز بنعتبره برضه من الديب فاشيا فربنا معاكم ان شاء الله. طيب الماسلز اللي موجوده في الماسكولار ترينجل هو ماسكولار يعني كونتين ماسلز. عندي اون ايذر سايد عشان في ناس سالوني في السكشن اللي فات ذا انفرا هايويد ماسلز ار بيرد ماسلز. يعني ايه بيرد ماسل؟ يعني موجوده على الناحيتين. يبقى اون ايذر سايد اوف ذا ميدل لاين عندي عضله جايه من المانوبيا الاسترنال لحد الهايويد. في وان ستيب في نقطه واحده او خطوه واحده اسمها سترنو هايويد. جيت على الناحيه الشمال قطعت الاسترنو هايويد دي وعملت لها ريفليكشن. لقيت تحتها عضله شبهها بالظبط بس واخده المسافه ان تو ستيب. اول ستيب من المانوبيا لحد الاوبليك لاين اوف ثايرويد كارتر شبهها اسمها سترنو هايويد. ثاني ستيب من الاوبليك لاين اوف ثايرويد للهايويد بول سميتها ثايرو هايويد. تمام؟ نبص عليهم بقى بصوره تخيليه.
في عضله ثانيه ملهاش دعوه بالميدل لاين خالص اللي انا كنت عمال اتكلم عليها من ساعتها اللي اسمها اوموهايويد. افكرت تاني ان السوبيريور بيلي بتاعتها كانت في الانتيريور ترانجل والانفيريور بيلي كانت في البوستيريور ترانجل. انترميديت تندون كان ديب 2 استرنو ماستويد خالص. ادي رسم 3 دي كده تخيلي لاول عضله اللي هي اسمها الاسترنو هايويد طلعت من الباك والمانوبريا مسترنايل الهايويد فوق على الناحيتين. ثم الاسترنو ثايرويد طلعت من الباك والمانوبريا مسترنايل تحت او ديب تو استرنو هايويد وقامت وصلت للوبليك لاين اوف الثايرويد كارتي. ثم الثايرويد هايويد طلعت من الوبليك لاين اوف الثايرويد كارتي وراحت للهايويد بون. فبقت دي اسمها استرنو ثايرويد ودي اسمها واخيرا الامو هايويد ماسل ظريفه جدا تكتب سوبيريور بيلي بتطلع من الهايويد بون and it descends in the anterior triangle. انفيريور بيلي بتطلع من سوبيريور بوردر اوف ذا سكابيلا and ascends in the posterior triangle. يبقى اللي فوق descends واللي تحت ايه ascends. الديسند مع الاسند يتقابلوا فين؟ في الانترميديت تندون. ديب تو ويتش ماسل؟ سيرنو ماستويد ماسل. تيجي فايبرس سلينج كده يعني علقه كده من الفايبرس تيشو تثبت مولو الناس الانترميديت تندون تثبته فين؟ في الكلافيكل. نعم. يعني هي هناك بصي ايه بقى الفكره ان هي طالعه من هنا وطالعه من هنا وانا مثبت دي في الكلافيكل؟ اه زي وفي سيرنو ماستويد طالعه كده مغطياها ايه المشكله؟ بيعملوا كلافيكل ما السلينج دي طويله قوي تمسك دي حاجه دي كلاب ايه المانع؟ طيب بانت امتى بقى اكتر لما اهي في الصوره دي يا دكتوره اهي راحت فين كانت موجوده دلوقتي ايه ده تهيؤات هي محنك كانت معايا في الشنطه يا بلاد بسم الله اهي اما قطعت الاسترنو ماستويد مين دي؟ ايوه ده الانترميديت ده الانترميديت تندون. في بقى فايبرس تيشو كده ماسكها لحد الكلافيكل ايه المشكله؟ طيب ما كده الاكشن بتاعها يعمل ديسلوكيشن من دي ديسلوكيشن دي مش هي لما دي فايبرس سترنج يعني انا عامل رينج كده عشان هي تتحرك جواها مجرد ان انا معلقها. عارفين يا اولاد التروكليا بتاعت السوبيري اوبليك ماسل؟ بتاعت الاي؟ لما السوبيري اوبليك بتنقبض بتعمل ديسلوكيشن للروف اوف ذا اوربت؟ اه يعني هي اصلا مش ماسكه في الميديال انفا ماشي؟ ما علينا دي حاجه بيني وبين زنريتك. انا حالا خلاص؟ ماشي يا اولاد يبقى دي كانت اخر صوره وصلنا لنا يلا حد فهم حاجه؟